السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنت القناة حياك أقلط. لا وين يقلط فزاع؟ أنت شفت نفسك بالمراية؟ ما تصلح تطلع ولا شيء. ثوبك مو حلو؟ الله حلو. والله مو حلو. حلو الله. كامش ثوبه. متصفط. متصفط. وقصير سروال أطول من ثوبه. ما تصلح يا أخي ما تصلح. راح تكشخ راح ألبس دشت. تابعونا شوفونك المتابعين وأنت. عندي دشت. هذا دشت أشتك اللي من الكويت. ضاع. ضاع. طيب شعرك لما حلقت شعرك لما تزينت؟ حلقة. أنا حلقك. تبي نوديك الحلاق؟ تبي نزبطك يعني؟ طيب تعال تعال. خلي ال ال. من هنا. لا من عندي. خلي المتابعين يشوفونك كشختك. شوف بالله عليك هذا ثوب يا فزاع هذا. إيه؟ هذا مو ثوب هذا خيشي هذا. ها؟ هذا شعر هذا. ها؟ هذا شعر. ليه ما تكشف؟ ليه ما تزين نفسك انت؟ ليه ما تزين؟ زين. ما تزينت ولا شيء. بس زينت شعرك. راعي ليه ما تحط روج هنا؟ ايوه لما تحط هنا رموش هذا ما ادري وش كحنا ها جانا مرة ها جانا مرة انت وين ترجعت انت مرة لا انجا قل والله والله وين الشنباتك ما في شنبات بس ولد انا انت ولد ايه يعني ما انت رجال ايه انت ولد ايه يمكنك مرة طيب يمكن ها لا أكيد. طيب ليه ما تروح تحلق؟ نروح نحلق. تبين نروح نحلق؟ إيه. نزبطك؟ إيه. نشيله على الصفر؟ كذا. نحلق كذا كله. لا ما في الصفر. أوه أنا كفو إيه كفو كفو. ليه؟ لا تحلق على الصفر. هلا حلق على الصفر أحسن لك. لا. ليه؟ ما أبي أصير نفس أمي. أوه نفس أمك. يا خبل يعني انت بتصير مره شلون اصير نفس امي تبي يعني شعر طويل ايه طيب ليش تبي تروح حلاق يصدر بشعر طويل ايوه غبي انت غبي لا طيب اشتري لك ثوب زي اختك ها زي عساف تبي زي عساف ايه وطيب شعرك تبي زي عساف لا ها بيكوت نفس عساف وابي نفس ثوب عساف ابشر يلا مشينا يلا مشينا قل لهم يلا مشينا يلا مشينا طبعا هذا الشيء غير متفق عليه ومخالف للبروتوكول انه نصورهم هم ياكلون لكن فزاع قام ياكل الشكشوكة كأنه ياكل رز مو كذا في خبز يا عساه فزاع علم يا عساه فاهم انها كبسة عافية علم بالشباب عافية وش تقول فزاع اشتري لي نعول بعد نعول وجاكيت لا ولا وثوب وطلع من الخيار ابي نفس نعلة عساف حول تقليد انت يا اخي بس تقلد لا ما عنده ابي لبس عساف خلاص خذ نعلة عساف كبيرة تبي نفسها بالصغيرة ها الحين وعلى الحلاق لا تعلق على الصفر الا على الصفر لا ها الحين السلام عليكم كيف حالك يا مدير حلق هذا على الصفر لا ليه ما بحس الصفر الا صح على الصفر صح لا ما بحس الصفر على الصفر احسن لا طيب خلاص وش تبي قل له وش تبي نفس شعر عسى نفس شعر عسى لا بس هذا نفس شعر بس هذا نفس شعر علي يلا حلق هذا بعد على الصفر بعد احلى والله على الصفر هو على الصفر وانا نفس علي وانت نفس علي تمام خلاص هلا ايش رايك احلق لحيتك لا ها ما عندي شنب ما عندك شنب ها؟ ايه طيب يلا خلك على هذا زبط المدير خلي تسريحة خلي حركات استشوار
بدأ الشغل بدأ تمام يا فزاع؟ ايه خلونا نشوف الثاني. ها كيف الأمور؟ تمام يمية؟ لا طيب حلق شنب حلق شنب ما تخلافي؟ لا ما حلق شنب. طيب حلق الحواجب؟ لا ها بعده أصيح تصيح؟ ايه صغير صح؟ لا ما صغير بعدين فنكشن. وشو؟ فنكشن. يفنكشن؟ ايه يفنكش عيونك ها؟ ما شاء الله اشوف الساعة اشوف طالع هناك يا سلام كم طلع وجهك يا فزاع؟ ايه كذا طلع وجهي طلع وجهك؟ وين طلعت جبتي؟ طيب يلا اطلع 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 يلا اطلع اطلع برا يلا رجال المستلزمات الرجالية يلا وين المحل؟ عساف قبري المحل يقول عنده ملابس زين الفزاع تعال يا فزاع السلام عليكم مساء الله بالخير كيف الحال؟ شلونكم طيبين؟ جزاكم خير احنا عندنا مقطع يوتيوب نصور نبغى ثوب للاستاذ ثوب الاستاذ شوف اللي مقاس الرجال هذا هذا ايش اللي معك متر هذا جيب السنتي لا تجيب المتر يا رجال وين المتر كيف الثوب يا فزاع حلو مية 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 يلا مشينا مشينا حتى الشخصيه هذا العسفي هذا ايش فيه هذا لا ها؟ نعم فزاع وانا جايب حياة وينك؟ أهو ها؟ أهو وين فزاع؟ أهو قدام ليش نمت؟ نمت ليه؟ ها شفنا برجع البيت تبي ترجع البيت؟ ايه ما تبي نروح نكشخك؟ بس أبين ما تبي جواتي كذا حركات ألا بس أبنا مع أمي ما تبي شماغ وعقال؟ هلا بي تبي نروح نشتري شماغ وعقال ولا تبي البيت تنام؟ بنام تبي تنام؟ ايه شماغ وعقال اللي بشهم مبلشنا عليهم فلا تبي البيت البيت خلاص طفى طيب لا تنسونا من ايش؟ اللايك واشتراك وسبسكرايب وجرس التنبيه عشان نوصلكم كل شيء والنشر ها؟ ايه طيب راح نعطيكم جانب بسيط من سنابات اليوم مع فزاع طبعا قبل لا يحلق زين وتابعونا على السناب سكره وشو هذه وش اسكر هذه ما اعرف انا بعد بتنزل البيت تابعوا سنابنا حياكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا فاتك ام فزاع قربع اليمه جدا بالقزاز هذا اللي هنا جاء دردوب بغى ينكسر شو السالفه قال فزاع صدم هذا هو فزاع ثالثه صار من شوي صقعت على راسي هنا عند القزاز اوجعك ايه اوجع واللي تقول مشان تقول مقلب ها سامسح مقلب عساف يلومون ان يقول ليش تعاملك مع فزاع شديد شوي فزاع ايش سويت ما سويت شيء ها حدا جحد انا قل علي كبل ما كله على الميني بانكيك شو غدا الغويص ها من علي علي حيوان فاز علي علي الهطف تستاهل تستاهل لا تزعله اضربه صب قهوه ايش عندك يا شباب؟ قاطين بالجوال مو قاطين لا خلونا نشوف عمك خلافي بتركيا والله عنده ثلج وراه والله عنده ثلج وراه اصبر المقطع ايش بلاك انت؟ ليه تطيح؟ ايش وضعك؟ ضربت القزاز وقلنا ما يخالف جاك وتستاهل وكبيت الماء على الميني بانكيك ومشيناه لك واحنا زعلانين علي بعد الكابل ها طيب والحين ليش تطيح؟ من علي بعد علي طيحك علي طيحك ايه؟ من علي علي
علي الاطر. السلام عليكم. السلام عليكم. حسب انك رجال اجنبي طلعت راعي محل. فزع شو تسوي؟ وش تلعب؟ ها فزع شو الوضع؟ ما يعطيك الهلال؟ هلا الحين انتم كم دافعين بالبلاي ستيشن؟ من اللي دفعهن؟ انا دفعت 10. اي والله دفعت. انت دفعت 10؟ خذ من اليد والعب. انا دفعت بعد 10. لا بس انت ما تعطيه مجال يلعب، خله هو يلعب. فزع انت دافع فلوس. ايوه والله ما اعرف، ما الله اعطاني من بلاي ستيشن، ما ادري شغله صح ولا مو صح. والله من القرد، شوفوا سحب السلك وانفصل من هنا. انا قايل لك انك مقروض، ترفع ضغطي بهالحركات. متوقع اني بداخل اضربه. لا يضربكم ترى شرس هالبغى. ها فزع ايش عندك؟ انا ما اعطاني. زعلان انت؟ ايه.